فدرسنا كلام عن لفظة خفية يتكلم فيها الناس وهي تخالف شرع الله وهم لا ينتبهون. فوصل بنا المقام عند الصفحة 19. نسمع من أخينا أحمد. ثالثا سب الدهر. نعم، ثالثا سب الدهر. سب الدهر، ما معنى السب؟ نسمع. معنى السب الشتم. إذن هو الشتم، فأنت إذا شتمت الدهر فقد وقعت في معصية الله عز وجل. ولكن ليس الأمر ملفوظ مربوط بلفظة، سوف يأتي معنى المعنى وعلي نفهم ما معنى الدهر. نسمع. الدهر اسم للزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا. إذن الدهر يطلق على ماذا؟ نعم، على الزمن الطويل. فإذا الذي يشتم يشتم الزمن وعليه يقع في معصية الله عز وجل. تعالوا بنا نسمع ما معنى سب الدهر. أي سب الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. آها، إذن اتضح معنى سب الدهر. ما المقصود بسب الدهر الذي نهى عنه الشرع؟ ما المقصود بسب الدهر؟ هاي قرأنا الآن. ما المقصود بسب الدهر الذي نهى عنه الشرع؟ تفضل. سب الزمن. سب الزمن إيه يا عم؟ مش كفاية كده، عايزين تتم للكلام ده. سب الزمن الزمان تقع فيه المصيبة، التي تقع فيه الحوادث. إذن هو يسب الزمن الذي حصلت فيه حادثة، فهو ليست مشكلته مع الزمن، مشكلته مع ماذا؟ مع الحادثة التي حصلت في هذا الزمن. فمتى نسمع هذا الكلام؟ نسمع. هذا السب يسمع من بعضهم عندما يريد أن يعبر عن غضبه أو استيائه من حدث معين، فيلعن الزمن أو الساعة أو اليوم الذي حدث فيه هذا الأمر. نعم، إذن هذا هو حال الذين يسبون الدهر. متى ينطقون بهذه العبارة؟ متى ينطقون بهذه العبارة؟ عند غضبهم. عند غضبهم فقط. من يساعده؟ اثنين. من حدث معين. ثلاث. عند المصائب. ثلاث. زمن معين. إذن هو غضبان وهناك حدث في زمن معين، فتجده يلعن الزمن الذي حدث فيه هذا الفعل، فتجده يلعن الساعة والعياذ بالله، أو يلعن اليوم والعياذ بالله، أو يلعن الأسبوع أو السنة أو الشهر الذي حدث فيه هذا الأمر. فنرى من بعضهم مثلا يقول لزوجته فإذا به يلعن الساعة التي تزوج فيها هذه المرأة، أو تجده يلعن الزمن الذي ولد له هذا الولد لأنه ولد عاق، أو يلعن الزمن أو الساعة أو اليوم الذي سكن في هذا المكان، أو يلعن الزمن الذي دخل فيه الجامعة، وهكذا في عشرات الأمثلة مما نسمعه في هذا الزمان. يلعن الزمن مع الحادثة التي حدثت في هذا الزمان، وهذه مصيبة عظيمة. لما مصيبة عظيمة؟ أولا نسمع الحديث.
وهذا أمر قد نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم بقوله، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. نعم، إذا واحد وقع فيما نهى عنه الشرع وهو سب الدهر، قد يقول أنا لم أسب الدهر، فما هو الجواب؟ هو يقول أنا سبيت الساعة اللي شفتك فيها، أنا لم أسب الدهر. ما هو الجواب؟ ما هو الجواب؟ الساعة من الدهر. إيه؟ الساعة من الدهر. أن الدهر هو معناه الزمن، الدهر معناه إيه؟ الزمن. وبالتالي أنت تتكلم عن زمن حدث فيه شيء وهو رؤية فلان، فأنت وقعت في هذا النهي. لما؟ لما؟ لما يا إخوان؟ لأنه سب الزمن الذي حدث فيه هذا الأمر. إذن هذا أول محذور. اثنين، نسمع. والمعنى: يا من سبت الدهر وتقصد الأحداث التي وقعت في ذلك الزمان، فإنك تعترض على قضاء الله وقدره، لأن ما حدث هو من تقدير الله عز وجل. إذن المحذور الثاني في الذي يسب الدهر ما هو؟ أنه يعترض على قضاء الله وقدره، يعترض على قضاء الله وقدره، لأنه عندما سب الزمن الذي رأى فيه فلان، هذا فلان أنت رأيته بقضاء الله وقدره، أنت عندما عملت عند فلان، أنت عملت عند فلان بقضاء الله وقدره، أنت عندما دخلت الجامعة، دخلت المدرسة، تزوجت فلانة، سافرت، كل ذلك إيش؟ بقضاء الله وقدره. فكيف تلعن الزمان وتلعن الوقت والأحداث التي حدثت في هذا الوقت فأنت تعترض على قضاء الله وقدره؟ ثلاث، نسمع. ويا أيها الساد، ألا تذكرت قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم؟ إذن ما هو المحظور الثالث في حق هذا الساب الذي قلنا وقع في النهي سب الدهر؟ اثنين، اعترض على قضاء الله وقدره. ثلاث، ثلاث، تفضل. لا يسب حدث يكرهه يبدو أن عسى أن يكون خيرا له. أحسن من هيك، ظاهره أنه شر ولكن حقيقته أنه خير. أحسن من هيك، كما قال الشاب. طب كما قال الشاب، إذا لا نحتاج أن نعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن أن أمره. ما بدنا أدلة وبراهين، إحنا منقول الثالث. ما هو ثلاث؟ رغم الذي قدره الله له يكون خيرا له. ثلاث، أن حكمك على الأحداث هو حكم البشر، وحكم البشر حكم ناقص وقاصر، فأنت بهذه الطريقة حكمت على قضاء الله وقدره، وتعقبت قضاء الله وقدره. والله عز وجل يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وإيش؟ وهو خير لكم.